قصة يونس ما أعجبها صلى الله عليه وسلم. في عرض البحر وبسفينة قالوا هي ليست تكفينا، والموج شديد والريح نستهم فمن يلقى فينا. في قاع البحر بقلب الحوت وسجون في الأعماق سكوت، صوت نبي سبح لله إيمان حي ليس يموت. ألقاه الحوت بأمر الله للبر وقد نجاه الله، أنبت فوقه شجر يقطين أطعمه ومن الحر وقاه، ولمئة ألف أرسله يدعو لطريق الإيمان. آمن كل بالرحمن متعهم ربي لزمان، يا من يفزع من هول الكرب ويظن الظلمة طول الدرب. لا تقنط لا تيأس من صعب، لا تيأس، وتذكر دوما رحمة ربي. رحمة ربي ما أجمل قصصك يا أبتي، ماذا نمضي أجمل وقت، ننتظر حديثك في شوق، فالنفع بها دوما يأتي، فالنفع بها دوما يأتي.